مرة أخرى يسجل حراك تشرين فصلاً جديداً من فصول التعامل الأمني الفض مع الفعاليات السلمية التي ينظمها بين الحين والآخر. كربلاء كانت هذه المرة هي المسرح لأحداث عصفت بوسط المدينة، لحظة اشتباك وقع بين مسيرة لمحتجي تشرين وقوة من أمن العتبات. بدأت القصة عند اقتراب مسيرة تمثل الحراك الشعبي من المراقد الدينية وسط كربلاء، فانهالت عليها القوة المكلفة بتأمين المراقد الدينية ضربا بالعصي والهروات. تقمع من قبل أحزاب السلطة وحماية العتبة. يقول المشاركون في المسيرة إن ما جرى بدا وكأنه أعد له سلفا، إذ لم يكن هنالك ما يستوجب القمع، حيث مجد المحتجون فيها بالعراق ونددوا بالتدخل الخارجي في شؤونه. وهنا تصطدم هذه الرواية مع تلك التي ساقتها أحزاب السلطة، والتي قالت إن ما جرى لم يكن عفويا، وأن الهدف من المسيرة كان خلق الفتنة وشق صف الناس في كربلاء. ويستدل أصحاب هذه الرواية بالشعارات السياسية التي رفعها المحتجون، والتي دعت إلى الثورة ضد الأحزاب في تجمع حاشد شكل الثقل الجماهيري للقوى السياسية الشيعية. لم تقنع هذه الرواية الناشطين الذين اعتبروا أن ثمة تنسيقا مبيتا مع قوات الأمن وقادة فصائل مسلحة لإجهاض أي تصعيد لحراك تشرين، لازم أخذ الشعب مستشفى، حيث توالت بيانات شخصيات وجهات شيعية عدة باركت ما حدث مع المحتجين في كربلاء، كان أبرزها بيان مقتدى الصدر، إذ وصف الذين نظموا المسيرة بالمنحرفين والداعشيين والبعثيين. ينظر كل ما سبق بحسب فاعلين في الحراك الشعبي إلى مسعى حثيث لقمع أي تظاهرات مقبلة، وسط مخاوف من تجدد إراقة الدماء وتغاض عن محاسبة قتلة المحتجين وتقديمهم للعدالة. وينضم إلينا مباشرة من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور رعد سامي. دكتور رعد، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. كيف ترى مستقبل الحراك الشعبي على خلفية التهديدات التي صدرت من ميليشيات، وحتى ما جاء في تغريدة مقتدى الصدر اعتبره البعض تهديد ضمني بالانقضاض على هذه الاحتجاجات إذا ما تصاعدت، طبعا على خلفية ما حصل مؤخرا في كربلاء؟ نعم، بالتأكيد هو ما حدث في كربلاء يوم أمس هو أمر مرفوض، أن الاعتداء على المواطنين هو أمر مرفوض يعني جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن يعني يتم التعامل مع المتظاهرين أو المحتجين أو الزائرين بهذه الطريقة، وهي طريقة غير صحيحة. ويعني كما تعلمين أن الإمام الحسين عليه السلام يمثل هو ثورة ضد الفساد وضد الطغيان، فبالتالي بالتأكيد يعني أحزاب السلطة تتخوف من هذه المشاعر الملتهبة للتظاهر ضدهم أو ضد سياساتهم المنتهجة والفساد اللي وصل إلى البلد إلى مرحلة لا تستطيع الحكومة حتى دفع رواتب للموظفين. لكن بالمقابل لا تخلو عمليات التظاهر كما نعلم من وجود أياد خفية قد تحرك بعض الجهات، لكن أنا لا أملك معلومة دقيقة حقيقة. دكتور رعد، هو الذي حدث الذي تحديدا على هذه النقطة في بيان لخلية الإعلام الأمني، قالت بأنه هذه التظاهرة اللي تم الاعتداء عليها من قبل القوات الأمنية ذلك بسبب حاولوا الدخول من أماكن غير مرخصة، إضافة إلى بحسب بيان الذي صدر من الإعلام الأمني أنه هناك بعض المندسين قاموا برمي الحجارة على القوات الأمنية. هل هذا يستدعي التعامل بهذه القوة الفضة من قبل القوات الأمنية مع المتظاهرين والزائرين حتى وإن كان هناك مندسين؟ ما الذي فعله؟ رمى بحجارة على قوات أمنية، ويعني هل من الممكن أن يكون هناك رد فعل أقل من الذي حدث؟ يعني خلينا نكون دقيقين وصريحين، انه رد فعل القوات الامنيه في حال وجود مندسين حسب البيان اللي
تلوه، فبالتالي يجب أن تتدخل القوات الأمنية لمنع مثل هكذا حالات. لكن حتى هو بيان الخلية الأمنية الأزمة الأمنية هو لا يحدد من هي الجهات المندسة التي تقف، حتى الشعب العراقي يكون في بينة من أمره، الرأي العام يكون في بينة من أمره، هل هناك تدخلات خارجية، هل هناك أجندات أجنبية مثل ما يدعون، أم أنها يعني تظاهرة عفوية شعبية للتنديد بالفساد والظلم. نعم، وأنا أؤكد على الشطر الثاني من كلامك بأن الحكومة مطالبة كل بتحمل مسؤوليتها بحماية أمن المواطن سواء المتظاهر أو غير المتظاهر، ولا يمكن أن يحدث ما حدث في الاحتجاجات في العام الماضي من قتل أكثر من 500 شاب وشاب لمجرد، ولكن هناك تصعيد من قبل مقتدى الصدر. دكتور رعد، إذا ما تابعت تغريدته الأخيرة، كيف تفسر ذلك؟ نعم تابعت التغريدة، يبدو أن السيد مقتدى يعني لديه بعض المعلومات، نتمنى أن يتم الكشف عن هذه المعلومات، هل هناك أياد خفية أم ماذا؟ يعني بكون أن السيد مقتدى الصدر معروف على طول الخط هو مؤيد للتظاهرات ومؤيد للاحتجاجات، وقبلها كان عنده تغريدة يعني أيدت الاحتجاجات القادمة في 25 تشرين، لكن لا نعلم حتى الآن. يعني هناك للأسف الشديد البلد ما زال يدار، يعني هناك الكثير من الخبايا، هناك الكثير من الأسرار لا يفصح عنها، ومطالب السيد رئيس الوزراء أن يفصح عن هذه المعلومات وعن هذه البيانات. حتى في أجندته الحكومية في برنامجه الحكومي هو لحد الآن لم يلتزم بالكشف عن قتلة المتظاهرين، في حين هو في كل موقف يؤكد على ضرورة الكشف، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي شيء جدي، لا يوجد سياسة فعلية للكشف عن من قتل المتظاهرين ولماذا تم قتلهم، هم متظاهرين سلميين. لكن نؤكد مرة أخرى أنه لا تخلو التظاهرات من بعض التدخلات من قبل دول أجنبية، من قبل حتى من أحزاب السلطة لخلط الأوراق. طيب دكتور رعد، هنا مسؤولية الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالكشف عن مثل هكذا تصعيدا حالة من قبل المحتجين في مثلا ليلة الأربعين هذا اليوم أو حتى صباح الغد، وكيف تتوقع ستكون ردود الأفعال؟ يعني بالتأكيد أنا قلت لك في بداية حديثي أنه ثورة الحسين هي ثورة ضد الظلم ضد الطغيان، عمرها أكثر من 1450 عام، يعني ثورة تتجدد دون أن تتبدد، هي ثورة ضد الطغيان والظلم من أي طرف ومن أي كان، فبالتالي هي ثورة تلهب المشاعر وتوحد الصفوف ضد الظلم والطغيان. فبالتالي ما حدث يوم أمس في كربلاء ممكن أن يحدث، ولكن أنا أدعو الأجهزة الأمنية وأدعو السيد رئيس الوزراء أن تكون هناك سياسة أمنية حكيمة رشيدة تسعى إلى ضبط النفس. نحن البلد يعني على حافة هاوية من الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي، هناك تصعيد يعني ولا ودعينا نكون أكثر صريحين، هناك صراع وصل حتى النخاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران في الداخل العراقي، نتمنى أن يكون هناك هدوء. حنكة السيد رئيس الوزراء، حنكة القادة الأمنيين مطلوبة الآن بقوة، يجب أن لا تكون هناك صدامات، يجب الاحتواء قدر الإمكان حتى نستطيع أن نخرج من حنك الزجاجة. طيب، البلد ما زال يعاني من تحديات كثيرة وخطرة جدا. ممتنة كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور رعد سامي، شكرا جزيلا لك.